انا بدينا بسم الله. شيخنا يا مال تفضل. سايس سايس علم سايس. اي روح روح ولا ضرب سايس. انا تشد بالبوكا ولا يد البوكا. ما على بالي عمي. نديرو بروغرام من هو يدخل من الله يسلمك. ما تمشي. لا 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 خليه. خليه. هيا روح روح. روح. هاك خير. خير لا مش عنده واحد جامي يخرج من الدار جابو اليوم. شوف. اصلا فيك اسمع. اه نزول. هنا. عمي كمال السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. اسلام عمي كمال، هذه المناسبة اللي رانا نشمو فيها كيما يقول لك الماج اللي رانا راح نديروه، واش تقول لنا عمي كمال؟ اليوم تفكيرة تاع الشيخ بك الله، الله يرحمه، نتفكروا الشيخ الله يرحمه برحمة الله، واليوم راهو الذكرى ديالو، هذا هو، ومحمد وليد خوه راهو يعطيه الصحة وبارك الله فيه، راهو دار واحد المبادرة عظيمة كان، بارك الله فيه. وراه جماعة الشمل وحب يدير حوايج هكذا اللي تبقى في الطب تبقى في التاريخ هكذا. وهو الشيخ احمد الله يرحمه اول تلميذ ديال الحاج محمد العنقع، اول تلميذ او كان الكوادر مصور معاه غير هو هو وياه. ايوا الديسك الاولين هذوك اللي سجلهم كامل مع الشيخ بوك الله بالبونجو فهمت. والحاج محمد ولي بصرو كان يتنتن شويه بصح ولا له المقامات ولا له كذا ولا له المصرافات ولا له تواشى باش يخدموا في الليالي، كان يخدم اهلي على راس المال. هو اول تلميذ ديال الحاج محمد، من بعد لحقوا شيوخه فهمت، هذا كي بدا معاه. ومن بعد ولا الحاج مرزق ولا شيخ والحاج منور والتابعين فهمت، كانوا شيوخه قالا يلزم ليش باش نسميوهم. الله يبارك، هذا هو. الله عليك عمي كمال. الله يرحمهم برحمة الله. الله يرحمهم برحمة الله. عمي بوعلم. نعم. آه السلام عمي عليكم. سلام عمي بوعلم. السلام يسلمك. لاباس عمي بوعلم. لاباس انا في المناسبة تاع المرحوم بوكما. الله يرحمه برحمة الله. سان كرون بونسونيست. معلم كبير. كان مع الحاج محمد العنقا. وخدم مع الشيخ واحد اخرين. وانا حضرته على كل حال. الله يرحمه برحمة الله. وجينا مناسبة على كل حال وجاو الفنانين قاع يتكلمون الله يبارك فيهم. صافي بليزير جاو قاع الفنانين هنايا يكرموه والحمد لله في هذا اليوم. إن شاء الله ما تبغاش غير هذا اليوم هدايا، إن شاء الله يتفكروا قاع الفنانين إن شاء الله. والحمد لله والله يبارك. الله يبارك فيك عمي بوعلم. الله يسلمك. فوالا عمي بوعلم، شكون معنا هذا عمي كمال؟ مرزاق مرزاق. مرزاق؟ مرزاق ولي البابيون. أنا عم العزيز، واش تقول لنا خويا العزيز؟ واش نقول لك عمي كمال الله يرحمه، عمي حمد الله يرحمه، كان صاحب شيخ بابا. الله يرحمه. والحاج بوكما كان يخدم هذاك الوقت كوادروات. اه. وبابا كان هو يدير طابلوات وبابا يدير له كوادروات بصدف، خدمونه بصدف. اه. وكان صاحبه تاع مش واحد يذبحه. نعم. كنا نجيب انا والشيخ، كنت انا صغير ربي 10 سنين 11 سنه لا. كنا نجيب عند عمي الحاج بوكما الله يرحمه. والحمد لله ها وليد خوه تفكروا. نعم. وجمعنا كامل بالفنانين بالمحبين تاع الشعبي، ان شاء الله تدوم. ان شاء الله خويا ان شاء الله تدوم.
هذا ان شاء الله يزيدوا يتفكروا. انا جاي شيخ تفكروا فنانين اخرين اليوم تاني منسيين ان شاء الله شيخ. هذا ماذا بنا ان شاء الله شيخ. هكذا هكذا شيخ عندك صحه. الله يسلمك. بارك الله فيك. والله جماعتنا نقول لكم السلام عليكم. الناس لمتنا مرحبا بكم. والله مرحبا بكم في دار بوكم بيان سور. انا في دار بنيزه خضراء. بنيزه خضراء بنيزه خضراء بنيزه خضراء بلو هذه هي معمره بلاستيك. هذه حربيت اسلام اخويا العزيز من زي سلام كمال فضل الله. صح اخويا صفاء. السلام عليكم عمي فضيل. وعليكم السلام. ما يعطينا كلمة عمي فضيل. افتح افتح. الله يجعل قاعدة مربوحة وهذا الناس اللي جاوا الناس النيرين ربي يكثر خيرهم ويكبر في شانهم ويحفظ لهم وليداتهم. هذه كامل في خاطر عمي أحمد بوكما اللي نساوه كيما نساو كاع الفنانين. رحنا بوليتيك. هاي والله هكا بوليتيك لا والو. أو مع كريم بوكما. آه سلم عليه. زيد زيد زيد. ما نحكيوش على ليبيل. احكي احكي قد ما تحكي مليح اخو حكايتك راك كونسيون. قلت لك راح ان شاء الله راح نسمع وليدنا واسمه محمد بالوا راح يمتعنا ان شاء الله. ان شاء الله اخويا العزيز. واو كان خونا ديدينا رانا قاعد كاين المجموعه كاين ديدين كارو ما عندي بزاف ما شتوش خويا العزيز. السلام عليكم ديدين حبيبي. واش راك العزيز؟ لاباس يا خويا لما مقيومه ان شاء الله خويا العزيز. مبارك ان شاء الله. الله يسلمك خويا. اليوم اللي لمنا فيها خويا محمد زربوط نهار ان شاء الله مقيوم وصافي بليزير تلاقينا مع الشيوخ. لما ان شاء الله مبارك. ان شاء الله العزيز. بارك عليك خويا العزيز. ان شاء الله كيكون كاش مزيود ولا نديروها نقلبوها ان شاء الله. كاين يوم ان شاء الله. يدين كارم يا حبيبي. ما كناش انجليز يا خو. لا يا خويا ناسنا. راهم ناسكم خويا. ديجا راهم طلعوا كداو من هنا. سلموا عليهم كامل يا خويا. الله عليك شيخ. الله يسلمك. السلام عليكم. أعطينا كلمة على شيخ العزيز على شيخ بوكما. كلمة أخويا العزيز على العرض هذه اللي داروها. محمد حبيبي وعرضني وجينا نفرحوا معاه. الله يسلمك. أهلا بك. لا بصير محمد كما قال حبيبنا احنا نعرفوه قرينا كيف كيف وسمعنا صحتنا في البحر وكتو عرضه كروما بوكما. انا محمد دوق شوفها ان شاء الله. ان شاء الله هذا الاصوات ان شاء الله ان شاء الله. ان شاء الله بيبي ربي ينوركم. الله يقولوا راي دوما فرح ان شاء الله. ان شاء الله ايامات كيما هذه ان شاء الله دائما حلوين. ونجوهكم ان شاء الله طول العمر ان شاء الله. الله يسلمك حبيبي. اي الله سير بيس خويا العزيز. اه يا سيدي هذا وليد محمد شافع جماعتنا. بركة ربي يرحمه. والله الله عليك خويا العزيز. واش تقولنا كلمة خويا العزيز على بون موج هذا؟ خاطيني انا الشاب على بالك. كلمة برك كلمة. شوف كلهم صافي بليزير اللي فكرتونا في الشيخ الله يرحمه. صافي بليزير. فكرتونا في الشيخ شافع هذا الله يرحمه. الله يكبر شانكم ان شاء الله كيما كبرتوا باش يا شيخ. وان شاء الله الشيوخ اللي ما زالوا ما ينساو اونوري سويتي في حياتهم يديرهم هادو اللونين هادو ان شاء الله. ما تم يكونوا في الحياه كبروا بهم خويا العزيز ان شاء الله. يروحوا ويجي لي جينيراسيون وحدة اخرى باش كيما يكون هو حاضر. الله الله عليك. باسكو شاك فيو عنده بيبليوتيك ديغنيو. وي تروح تنحرك.
محمد يعطيكم الصحه وصافي بليز. الله يسلمك مرحبا بك. الله يستركم ان شاء الله ويدومها ان شاء الله. الله يسلمك ويسلمها اخويا. الله ينورك. هيا الله ينورك خويا الهادي. طول عمرك خويا العزيز. نشوفك بالخير. ولي احنا جينا راك تعرف سبونطاني. ولي اسمع يا مات البابو. يا حسرة يا مات شابين. نكون معنا ان شاء الله في لمتنا. ان شاء الله ان شاء الله خويا العزيز. الله يسلمك. الله يستركم خويا. السلام عليكم مرحبا بكم في هذا لوماج هذا اللي راكم معروضين كاع كل واحد اسمه يزيد عمرو بيان سور هادي حربيت جماعتنا اللي راكم معنا سون زوبليي بيان سور كاين ليكيب
يوم شيخنا ان شاء الله يكون ان شاء الله يوم ما يكون معزبه عزيزه ومعزوزه ان شاء الله هذه الشغل تاعنا كامل يفرحوا ان شاء الله ويزهروا معنا ان شاء الله نحيولهم على خاطرهم ونسيوهم في همومهم وهذا كي تنسى همك نص ساعه تبرع نص ساعه تبرع كي تنسى تبرع دواء دواء كي يشرب تحبك يا شيخ سبحان الله رماك حربيت رماك ما تيشافوني الله يبارك رمانا إلى تشافع مجول الله إلى تشافع رمانا الله يبارك صالح بن زيد ومعنا بزيج نشهب سمير المهدي خويا العزيز الله يبارك رمانا جماعة وصالح خويا العزيز يعني راكم قالك راكم منورين يا شيخ الله ينور قلوبنا إن شاء الله إن شاء الله يا شيخ الله ينقي ما من كلش يا شيخ ناديرو ناس ليفربول وما انا شيخ الله يبارك لي ليفربول اه شونا والحق الله ما شيخ كي مليح يا شيخ يا العزيز ما قال لك يسمعنا فرحوا تسمى رانا مازال لك وحده عائلة بوكما اللي راهم في الانجليز وما انا الله يبارك كريم خو محمد خو محمد الله يبارك الله يبارك عليك الله يبارك في لمتنا صالح رفيقنا جباتنا راهو معنا انا في انا في انا في بيت ديال بوكما الله يرحمه بيته هذه رانا في الشومبرا ديالو قول لهم هاي الله يرحمه هو من هو نام يا خويا واحد اللي عراي يا شيخ قال لك لا بريزونس نو شيخ فيت فيريتاب ايديكاتور هيستوريان كي دي فو بروتيج امي كمال الجامع ربي يسترنا ويسطركم قالنا انتم قالنا معنا فهمت ربي يستر كامل الجزائر ويستر ربي يستر بلادنا ان شاء الله الله يبعد عنا بلا مصايب ونطلبوا ربي ادعوا معنا انتم راكم في الغربه ادعوا معنا ان شاء الله تطيح المطر ربي يغيثنا ان شاء الله بالمطر وتلسقى الحاله ان شاء الله باذن الله هو الساقي هو الساقي هو الباقي ساقي باقي نور شمعنا ما قرب حسكاتو ما بتنا هذا شحال ما غدرنا كيسان اليوم نغدروهم الكيسان ها اليوم نفيضوهم غو شيخنا كان واحد الحكاية لي شفتها باللي قال لك فضيلة زيرية كانت تخدم هو اسمه الحاج محمد العقاي يعني كانت كانت مع فلوركاس هذا وكاين فيلم هذا هذاك فيلم خدمت خاطرش داخله في البروغرام فيها رويشد وفيها توري فيها توري فيرموندال فيرموندال يعطيك الصحة وبعد الحاج محمد يخي تخدم واحد الانقلاب عراق فهمت والحاج محمد يخدم الحمام ماشي يتبادل كان بالعود هكذا ومن بعد طلع عود عمر مكرزن حلوا المندوب باش يخدم الحمام هذيك هذا فيلم هذا شفناه كمال مبارك ما ديروا فاضين وعسنا ناس الانجليز ناس الامريكان ناس موريا الله راهو معنا الله 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 يبارك قالك السلام عليكم ناجي قالك اخوك من لندن حومة العزيزة قالك راكو فيه حومة العزيزة الله يبارك سلام بزيد قالك ربي يحفظك عمي كمال الله يسلمك ناس طازة من الأبيار من حومتك شيخ عبد قالك السلام عليكم شيخ الله يسلمك طول العمر شيخ بيكم تكلم مباشر ولا حبيت بارطاجي خويا العزيز فرم المايا فرم المايا يا شيخ نعم الله يرحمك يا الحاج محمد العنقا الله يرحمه ويرحم المؤمنين ويرحم مشيخنا كامل الله يرحمه برحمة الله خدمنا لنا التوراة تبارك الله فيهم راهي طويلة اليوم اليوم شو كاين يا شيخ الله يبارك مليحة اليوم الجمعة صافي هاي نسمعوا الجمعة هنا
وحداك. واش قلنا عمي بوانا؟ حطة مهمة. عندي بزاف أصحاب أنا يعني أصحاب كيما اليوم. ما شاء الله. زيادة في العمر يا بوانا. زيادة في العمر. هذه زيادة في العمر يا بوانا. مناسبات وكاين مناسبة هكذا طون 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 هكذايا ما كانش كيما بحال هكذا كيتفكروا الفنانين هكذايا. لازم يتفكروا الفنانين. الحمد لله على ساعة اليوم. إن شاء الله شيخ. محمد يا خويا درت واحد الحطة الله يبارك خويا العزيز. سيدي مشرب النور مشرب النور. امي النور مشربها. صافي الله يخليك. لي بوكما تاع الانجليز راهم انا المباشر خويا. هذيك ها انا محمد قال تاع. حنا اللي سلها وليك سلكي الحال وليك رحمه. هذا هو الصح. حنا جينا من بعد. انا تفكرت احنا شيخنا. شيخ بوكما. ورانا في بيته. هذه بيتو هنا تزوج وهنا عاش وهنا كيما تفكر واش الباب شويه يسكر اللي ماشي منا ماشي منا ماشي منا يا خويا حطينا خلينا هذه نمتنا ان شاء الله ان شاء الله يفرحنا من بعيد ان شاء الله ان شاء الله فرحانين به من بعيد يا حسن أماك مهدي شابوني خويا كريم ويسي أونجير نوز أفون دي زارتيست كو سو سون برودوي أ ليترونجي أوزوردوي نوز أفون نوركاس أون بلان ريبيتيسيون جو سي كو تي ميتخ أون فالور نوز زارتيست إن أوكازيون بور نوتر شيخ عمر بن ديا بن دالي عمر بن دالي سيدي علي طالب إي ربيع مونديو قالك جو سوري Impatient que la fenêtre le maintenant leur soit ouverte et tout le mérite te vient Khouya Kerimo et je te dis bientôt à Alger la place Hajj Mareza. Kerim, quel Khouya l'Aziz. Chou gash rao Kerim. واش قلت جماعة اللي راهم؟ يا خويا انا كانت عندي شوكة راني نحيدها انا قلت لهم الشوكة تنحات وكما قال بنادم كلش جا سهل كلش جا سهل والله كلش جا سهل وين تروح تطبق يحبوك وهذه من هنا وكبر على خير اصبر ما قال بنادم خير اصبر وانتم كثر خيركم الله يسلمك كثر خيركم كثر خيركم عمي محمد شافع عمي بوانا مو معك محمد شافع وليد هومتك هذاك مون فوزين ربي يطول في عمرك ياسين محمد هذه عرضة انتيم خويا العزيز هذه عرضة انتيم راك في دار الشيخ راك في دار الشيخ ولا هنا كما يقول لك العرضة هذه جماعتنا بل فوالا انتم راكو تشوفوها في اللايف انتم راكو تشوفوها شغل راكو حاضرين معنا شغل راك عرضهم في لمتنا عرضهم انا في الحومه ما نقدرش نعرض كاع الناس وكان نعرض سكاله ما تكفينيش الدار انا جبت واحد من شاك فامي جبت واحد دو شاك فامي ويسمحوا لنا اللي ما نقدرش نعرضهم انا كبرت بالكبار دو شاك فامي اللي يعرفوه ويسمعوا به وسمحوا لنا يا خويا اللي ما قدرناش نجيبوهم انا ما عنديش فيلا 5 ايطاج ولا 16 لا بصح بصح راك عرضهم في لمتنا راه ما نكرم على المباشر سمحوا لنا كسل رجليك على قيس غطاتك هذا ما كان وبوك ما 5 جويو ما يكفيش والله ما يكفيه والله ما يكفيه ما يعرفوش غيرنا في القصبه يعرفوه بارتو او هذا كان مع بابا او مع بابيون او يا خير كذا كيف 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 ورا الجمبري هذاك ورا اسمع هذه هنا وشكم هاي احكي لنا شويه على احكي لي بزاف ديجا حكيت ماشي غير قول له ما نقدرش نكتفلك والله العظيم فرحانين فيها عاود حياني وراني صغير والله غير عاود ما في لو بيت ما جوناس الشيخ الله يرحمه مع الحاج بوكما ها سيتي
زارتيس لا اول سنه هذاك ما يوليش كما الله يرحمه سيتي ماركيس طاب نواد ويخدم طاب نواد وجيت الفن في الفن والتربيه والتربيه تربيه وبابا الله يرحمه ثاني نقاش نحطب تسمع عنده حكايه مع باباك اي واش انا نقول له هو يخدم هو يخدم الكوادروات زمان كان يخدمهم غير بالزجاج وبالبابي تو 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 ويغلقهم بالبابي نهار تلاقى مع بابا محمد محمد بابيو شافوا بلي عنده صنعة فيديو وعجبته لونكادرومون ديالو هذه واحدة هذه من الخدمة ديالو من العطاء تاع بابا الله يرحمه او غنيبري هذا غنيبري تاع بابا الله يرحمه انا ما كنحطب عمل حطب شي تاع وحطب فارغ الداخل شي قال ماشي دونك باش نكملوا الحكايه عمي باش نجيبوا حكايه شابه يعني كي نحكوا على بوك ما وباباك تما كانوا يخدموا خدمه واحده فيها زوج فيها زوج ها واش حبيت الناس باش تفهم يعني باش نفهموهم مليح مليح يعني اونطر باباك و جد واسمو خويا محمد يعني كانت تجمعهم خدمه سيتي لا كومبواز كوم الله يرحم الشيخ هذا بابات بابات هذا وليدو اللي كان يحبو كاع هذا وليدو المعزز عنده كثر خير كان عندي بابا الله يعطيك ما تمنى هاك ديت الخير كبير الخير كبير انت ديت ماشي بيه يحب معليش خليه بارك الله فيك ومرحبا بك دار داركم شنو نوصلك يسلمك وعلاص وري لي جنبار هذاك الشيخ عاود وريه لي دورو تشوف هكذا شيف ليش وراك عمي كامل هذا تخدم به انت شيف بصح عنده العصفور مكسر واحد مش قاعدو فهمت لازم نحرك هذا تخدم به هذا ما فيهش مساعدات طلعت الفوق وانت كان يحكمون طبعا كانت عندو موندولين بون موندولين دولي دي فرنسا اللي ريحة تاع بابا سيدي قال لي هذا وقال لي عود صغير وبابا اللي وريك وبابا كان يخدم في قصر شعب كان واحد من طرتين دو باري دو باب هم وعباك ويختاك دو باري دو باب طولين ويشتي ويزم واحد مولا صنعة قال الشيخ الله يرحمه وختم تم نارمات تم نقاش نقاش يخدم كوادروات يخدم كوادروات بالصدق كما العصافر هذوك تاع تاع العودو ماشي العودو شنو العفاسي هذوك يديروا مدالي بالصدق يجيبوا له لي بونتو يجيبوا له كان يجي لي هنا كيف يدعم فيه على كل حال يجيب له يخدم له المطر تاعو كان ما كيبش غير لكن فيه بونسوار الاحباب جمعه مباركه الله لا لا قاعده زينه مع عمي كما الله يبارك وعمي بوعلم عمي بوعلم رحمه بيان سور عمي حمد عشيبو طفى مي عشيبو دو شراقاي مو فوزان دو كابين هم انا الهدي حربيت قال لك شيخ فرج الله توحشناك Voilà, ma des charbonniers, tout le mérite vous revient sans façon. On s'invite avec plaisir votre action dépassée la dimension d'un directeur qui prétend avoir le monopole de notre culture. Que plaisir de vous écouter pour ces ans des dotes et se venir calmement de ce message aux opportunistes pour que le Chabi vive, amis camarades. ونشوفوا شوية جماعتنا ونعاودوا نولوا بس قولوا مش يسمعوا فينا
Thérapie, la sécurité sociale doit prendre en charge sur la thérapie aimée. اشي فكرك هذا عمي بوالا؟ نعم؟ اشي فكرك النهار تاع اليوم القصرات تاع اليوم؟ عليك صالحي رمضان صالحي او يسلم عليك كمال مخلين تاع الماريكان ويسلم عليك واليماني هذاك اليماني قال يسلم لي على بوالا مرحمه وعمي كمال فرج الله الله يسلمهم ان شاء الله خويا فين متنا ان شاء الله واحد ما ينساك شيخ
واحد ما ينساك. سوناريس تاعنا انا مساعد حميدو جنادي سلام اسنا منصور
طاب الغيبتي شحال ما تطول تطول غيبتي بس بدل ما صر ما صر ما تعود شحال ما تطول تطول غيبتي شحال ما تطول تطول غيبتي بس بدل ما صر ما صر ما تعود الله من احداد يعطيكم الصحة ديما فرحانين الله الله عليكم شيف بودير بدل بدل راك تفنن قال لك خويا العزيز راك تفنن باش ليه باش ليه ماهوش 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 البروغرام ماهوش البروغرام ماهوش ماهوش الفلوركاست ولا ما عمري السلام اخويا الله يبارك ويطول في عمرك ان شاء الله ويعطيك الصحه على هاد النمو ولا جماعتنا ان شاء الله ان شاء الله يكونوا بوزرينا بعد يا فودي 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 ولا جماعتنا صافي ان كرون بليزير والله العظيم عمي كامل قال لك ان كرون بليزير هكذا لو كان يديروا لنا هكذا دي زوماج على الشيخ اللي مازالوا ها هم لك شيخ اللي بقاو ها واش يديروا الله يهدينا ويهدينا ما ندير خويا كامل اخويا كامل نستناو كي انا الايداع ها اسمع انا كنا نخدموا مع الشعب الشعب وعلي يفدل يدي اسمع اسمع لا شونتو بوبيلا الشعبي تسنى تاتك حفلة تبقى نعم صح انت عندك غاشيك عندك جماعتك وشعبي عنده ناس عنده ناس اشيخنا شعبي عنده ناس كذب عليك كذب اشيخ عنده المشايخ ديالو عنده خو عنده الناس اللي تبعوه يعشقوا فيه فهمت كاين والو يكذب عليك كذب كذب حفل واحد اخر الله يسهل عليك هادو منو من ياك شيخ شغلو كل واحد اسمع عنده اذواق كل واحد واش يحب يدو خو انا ما نحب تبع فهم انا ندوخ كلش نحب نسمع المالوف نحب نسمع الوراني نحب نسمع الراي نصح نحب نسمع كي تكون كلمات نقيين كي تكون كلمات ماشي كذا ما نسمعوش بارك الله فيك الا درت كلمات نقيين يقبلهم العقل نسمعهم نسمع الوزن ديالهم نسمع الشعر ديالهم نسمع المعاني ديالهم علاش هذا فن نسمع البدوي نسمع الياياي ولكن ما لا تجيب لي انا الكلام تاع شبخ لبخ وتجي تقول لي اسمع اسمعوا انت هذاك انا ما نسمعش قال لك الشيخ بوبو بيبيو شكون هذا بيبيو عرفته قال له قول له شيخ بيبيو شيخ بيبيو معروف بيبيو معروف بيبيو بيبيو عمي عمر بيبيو شكون هذا الشيخ بعمر هنا نعرف بوبيو هذاك بوبيو اللي كان ماشي اللي كان ماشي سعيد العربي مع الناظور الله يرحمه الله يقدم الله يرحمه فايزي الاحبار يا حسن والرغم هذو شيخنا بصح هكذا كي نسمعوا هكذا نسمعوا كيما يقول لك شغل او كيما هذا الجن اللي كان يغني الله يبارك او جاي او جاي شو اللي راه يخدم الاندلس مليح 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 الاندلس الله يبارك او جاي هادوما هادوما لافونير قالوا لا يا ودي سيد منهيره وتواسع كامل يا خو فكلت فيلمي واسمك غير ريح راك شباب ريح رانا هنا جماعتي واش تواسع عمك عمي عمي بوعلم عمي بوعلم رحمه ايوه واش تحكي لي عمي بوعلم رحمه رانا في هاد الزينه هذه يعني في الجنه راني لاباس راني الحمد لله مع الشعبي ما كاش كيما الشعبي الشعبي يا ربي راه الله عليك الشعبي يا ربي عندي 60 سنه في الشعبي 60 سنه شيخ 60 سنه يعني. اسمع يا انا ما بديت في الكلاسيك مع عبد الرحمن بن حسين ومن بعد جست عند العنقه في 58 محمد ريحه مع الاولاني مع الحاج محمد العنقه اه
كان يعلم فينا وليده مصطفى الله يرحمه. مصطفى العنقر؟ ايه. راهو مع ولاده، ولاده راهو معك عمي. ولاد مصطفى العنقر؟ ولاد مصطفى العنقر وبناته راهو معك هنا على المباشر، هم لك. اوي الله يبارك. هكذا باش نديروا التفكير على شيخنا. حبيبي مليح مصطفى العنقر. هم ولاده معك. الله يرحمه برحمة الله. احكي لي عليه شوية شيخ. اها. كان يعلمنا وكان يحبني وكان يريبيتي الغنى تاعي اللي نحبو خاطر انا تبعت حسيس الله يرحمه. يا ربي يرحمه. كنت نخدم الله يتابهم وكنت نريبيتي حتى دخل الحاج محمد العنقى. الله يرحمه. بسمع الغنية قال لي وشنو هاد الغنية هادي؟ قال لي هادي غنية ابو انا ما راح يدوز في راسل بيير بورد. ايه. كنت نريبيتي فيها. على كل حال عجبته العنقى وقعدت نريبيتي فيها. جماعتنا كي نسمعوا هكذا ونسمعوا باللي هاوليك امامي بوالام ربي يطول في عمرو هكذا ربي يطول في عمرو يعني ما نقول لكم سي مالورو تحسيت سن ها في الخمسينات في الخمسين في عمري 9 سنين 10 سنين تبعت حسيت سن ولد حومتي الله يرحمه تبعته مع نغني هو كان يتعلم كان يوصي الغنية الأولانية السبقانة شوف السبقانة ما عندهم معنى ولا عقل نقصوا في الحالة اللهم هذا ولا أكثر هي بابا وعيطوا أحسن هذاك أحسن العربي يعيطوا له أحسن السبقانة ها يا عمي كمان يا عمي كمان يتكلم به بصح شكون اللي كان يعطي له قصايد واسمو هذاك المغربي اللي كان عايش في ريديدات إيه عمي ربح كان يعطيني أنا القصايد المغربي ماشي مش غبي تزيري لا كاين واحد اخر قالنا عطاو له يوم الجمعه واقيل وعطالو نسيت اسمه نسيت انا اسمه كان نسيت اسمه كان يريح في القهوه تاع المغاربه يعطيك الصحه يا باري الله الله كان جماعتنا والله غير قصر عليها شابه مع الشيخ ديالنا هكذا باش ندو جماعتنا ها هم جماعتنا هاوليك عمي كمال هو عمي بوعلم رحمه الله الله عليهم يعني ندو الله يبارك عليهم الشيخ ديالنا الشيخ ديالنا اللي مازالوا معايشين ربي يطول في عمرهم كانوا يبيتي معنا في عند الشيخ رابح اسماعيل قلب اللوز تعرفوا انت وليد الشهيد شاهد اسماعيل قلب اللوز شاهد الله يرحمه شاهد الله يرحمه شاهد الله يرحمه باباه علي قلب اللوز باباه علي قلب اللوز وشكون عمو شكون عمو حاج بنو حاج بنو يعطيك الصحه وكملوا طرجي يعني كانوا طرجي تالي لا يباري عسلامة بروتاج ديال فو بروتاج بون ويكاند خو محمد الله يرحمه عمي تسمى كي نقولوا الفن هذا الفن جهاد شيخه شكون جهدت عليه شيخه بيان سور جهاد الشعبي يقول الشعبي يا ربي في الكلام كلام مليح الكلام اللي ربي اللي كتبوه الاولين الشعراء الاولانيين كيما مستنبط من القران مستنبط كلهم من القران والحديث الخلوف والمغراوي الخضر والخلوف رحمه الله والمغراوي يخدموا غير تاع 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 ربي والنبي الله الله غير التاريخ التاريخ المليحه تما هادي كي نقولوا تما كي نقولوا شعبي تربيه واخلاق تربيه واخلاق لا دين دين تربيه واخلاق يفسر لك الايات القرانيه في القصيد الله الله والحديث هذا هو الشعبي الشعبي كان مستنبط من القران ومن الحديث ويعطوا فيهم العبر ويعطي فيهم يعبروا وفيهم الامثال وفيهم ما فهمت هذه هي باش تخرج قصيده الانسان باش يجوز الميساج اللي فهم القصيده والله هذه هي بوعلا ماما ري قال لك لا شونسون تاع شيخ بوعلا مدعي لي بالخير يما قال لك تجوزت بها سمانه في ليزاري سيرفيس ناسيونال 1971 ديزيرسيون واشي تاع 70 ايه وقال لك قال لك ديزيرتيت باش نشوف يما ديزيرتا باش يشوف يما شفت من ست العباد نتاعو يهربوا من الكازيرات او ديزيرتا من الكازا باش يشوف يما شفت ديك التشيكات اللي عطيتي لهم ذاك الوقت مسكين ها ما تفكر يما ها هرب من الكازيرنا باش ها شوف ها وصل له الميساج الوليد هذا الله يبارك شيخنا كي هضرنا على بوكا من قبيله وكان معنا هذاك واسمو اللي كان معاه اللي كانوا يخدموا لي كادر بكري سببه في البونجو شكون شيخ؟ سبب الحاج محمد هو الشيخ الاولاني كان غير يتمثل برا كي شافوا الحاج يتمثل قال واحد شوف لنا علموا الانصرافات على دار الاله والشيخ محمد ما دارش الاله
ما دارش المدرس. اه ما دارش كذا. تعلم كذا قلم النصرافات ومتواشا نعود نخدموا تخدم معايا العراس كذا ولاو يتبعوا يخدم معايا. هو اللي ولا لي بونجور. هو اللي ولا لي بونجور يسمع هذوك اللي ديسك هذوك يسمع هو معاه. هو معاه الاول. فارد بوجي قال لك عمي بوعلام ما شاء الله مع عمي فرج الله قال لك مازال هم على ديدانهم ومازال يقدروا يمدوا بور الشعب الله يبارك قال لك مازال تقدروا تمدوا لا 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 شيخ عندي تلاميذ عطيتهم عبد الرحمن دردار السلام عليكم فرانشمون الشيخ كمال إلي ميموار اكسترا اوردينار الله الله برافو كو ديو لي بروتيج بونجور افو شيخ بوكما دو باري شيخ بوكما الله يرحمه انا صغير كان يبيع كوادر وهاد كان يخدم كيما قال لك باباه يدير الكادر وهو يديسيني الداخل يدير اية قرآنية يجيبهم الله يروندو يبيعهم يروندو كانت دلالة اية قرآنية بابا كانت عنده انا بابا كانت عنده حانوت في يروندو اما انا نشوفو شيخ بوكما سمعنا انا صغير ذاك الوقت كما بابات هذا شيخ مع بابات بابيون وين الله 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 يرحمه ويرحم المؤمنين كفر الله يرحمه هذا كيف كان يدير باغ اكزومبل بوراق تاع المعرجان ها ويدير السيف تاع السيد علي ذو الفقار تاع الزوج هذو الله 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 السيد علي ها ويخدم لي طابلوات غير ديني ها ديني غير ديني باك يخدم طابلوات ديني وشنو كان قوم تبرعوا روحوا حباك هذاك يعاون روحوا هذاك الوقت استعمار الناس ناس قلالين المخيل فينا يخدم في المرصى واش كان الشعب الجزائري كان واش من العلماء كانوا اهل الدين يربيو ما عندنا انجينيور ما عندنا قليل كان واحد يتحسبوا على السوق بعدين الاطباء اللي كانوا عندنا الحمد لله وشنو كان الحاجه كيما الناس بكري يا عمي الناس بكري يقول لك لو كان مازال فرنسا لو كان مازال فرنسا يبقى هو طلاب واش راح يرجع عالم؟ اليوم عندنا العلماء كانت حاجه مليحه كانوا ياخذوا يتعاونوا يدير في داده كاينه ها هو الحاج بوكما كان يبيع كودرو وهكذا ما يمصبش كي تجي كي يبيع كودرو بالكادر تاعو بالصدف يجيب للسوق خير خير ما هذا الشيخ كان يعاوني على تسمى كان طرفي دودو دودو الله الله عليكم العزيز كما المقنين الناس الامريكان قال لك الله الله عليكم قال لك من الصب القصره ما تخلاش عمي كمال قال لك ما تخلاش راكم منورين الله يبارك رضا عبد اللاوي رمان الله فامي عبد اللاوي رضا عبد اللاوي تاع بوسمعين يعني العائله اللي شفناهم باللي البارح باباهم فنان فهمت يا ايا بيان رضا عبد اللاوي زازا لولو عمي بوعلا ما هو يسلم عليك حميد ملودي ملودي او يسلم عليك هذه بنته اللي راهي معنا قالت لي قول له راه يسلم عليك بابا حميد ملودي راه يسلم على عمي بوعلام وقال لك ربي يطول في عمرك خالد قادري قال لك الله يبارك على شيخنا بوعلام ورحمه ربي يطول في عمره رضا خويا العزيز قال لك البركه فيكم عمي كمال فرج الله وشيخنا بوعلام وشيخنا بيسر قال لك ربي يطول في عمركم قال لك فن وثقافه وحضاره يونس الزعر قال لك بارك الله فيكم ربي يطول في عمركم إلاف دي مسيو فرج الله هذا راه معك إلاف ديالك شيخ الله يبارك يونس زوبير ماري سيدي علي لا حسين شكون هذا يا شيخ رضوان راه معك راه معك ولد راه معك ولد ولد مصطفى العنقا راه معك رضوان وليد مصطفى العنقا؟ اه رضوان صح انت حكيت لي على مصطفى قلت لي بلي هو اللي علم لي الاله صح كمل لي مال القصره على بابا مصطفى كنت عند العنقا كان مصطفى العنقا كان يعلمنا كان سوا سوا كان يخلي مصطفى احكي لي شويه على مصطفى العنقا شيخ انت راك جوزت معاه انا جوزت معاه كان يعلم لنا على كل حال تسمى انت الاف ديالو تاع مصطفى خاطرش الشيخ الله يرحمه شيخ كان يجي من بعد يجي فنين من بعد يجي فنين كنا نخدموا ويجي فنين من بعد يجي العنقا يشوفنا ولا مقعدين ولا لابسين مليح ولا لاباس ولا فهمتني
شنو كان يدها الفنان مصطفى العنفر؟ هكذا شيخ؟ اه وي. كان شيخ بكري؟ لا لا. كان شيخ اه. الله الله. وعنده تسجيله في الاذاعه مصطفى العنفر. عنده طيب طيب بربو. الله الله. ويغني بالقبيليه ثاني. هكذا. يغني بالقبيليه وعنده اغنيه مشهوره الزمان تبدل والناس نايمه. كيفاش يجيبها شي خاطري شويه هادي اوماش باش يسمعها وليده وليده راه معاه. مصطفى العنفر كان يغني الزمان تبدل والناس نايمه والناس نايمه ومن بعد الى اخره. الله الله. الزمان تبدل ويغني بتوصيه يخدم القصايد كاع كان يخدم القصايد كان يخدم العراس. مصطفى العنفر كان يخدم العراس. غنى بقبيليه. بيان سور بيان سور غنى بقبيليه. نعم ما عندوش الشكر. كان يغني واحد الاغنية تعجبني بالقبيلية. اللي هي أيمانك روحة غيمة أيمانك روحة غيمة أيمانك ديالي نا 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 الزمان تبدل والناس نايمة والناس نايمة ما بقى إلا حسب خليل في البطال. إيه أو عندي القصيدة. إيه أو عندي أنا. شكون كتبوا هذاك القصيدة؟ شكون اللي كتبوا؟ والله ما على بالي أو عندي مكتوب. إيه مكتوب واحد ماشي في القديمة ماشي تاع التراث. ماشي تراث. ماشي تراث. ماشي تراث. ما نعرف شكون كتبوا. شوف عمي كمال راه معاك يا خو قال لك سلم لي على كمال هذا دي لابور. قال لي قول له جوزنا معاك بزاف في قهوة البهجة سرقت عليا اسمك جوزنا معاك يا ماد قول له ناس ألمانيا راهو معاك ناس ألمانيا راهو معاك شيخ بونجور دو سيدني راهو معاك ناس سيدني قال لك صافي فريمون بليزير نشوفوا هاد الوجوه النيين الله يبارك ربي يطول في عمركم قال لك يا خو سلم على شيخنا كمال يونس قال لك بونجور دو سيدني قال لي وقول له بأن من الرحمة أدعي لي بالخير. الله أدعي له بالخير. أدعي لي بالخير يا رمضان أدعي لي بالخير. أنت أدعي له بالخير دوك الميمة والو. قال لك دعي لي دعي لي قال لك دعي لي إن شاء الله نجيو. أنت خدمتها في ما من تعمي كمال قال لك أنتم البركة دعيوا لنا إن شاء الله نجيو لبلادنا. إن شاء الله ونجيو نشوفوكم. الأغنية هذه خدمتها في بسكرة العسكر. العسكر هذوك قاعد تخدم فيها امي ما تدعي لي بالخير. حتى جا حتى جاني الكابيتان قال لي حبس ما فهمتوش طلع لي من الدور قال لي حبس الاغنيه من بعد قال لي احنا جبناكم باش تسليوهم باش يبداو تفكروا فيهم قال لك بكيتهم كاع. الله الله قاصرنا كاع. زين دين قال لك السلام عليكم الله يبارك عليكم يا شيخ ديالنا. فريد قال لك عمي بوعلام قول له راه يسلم عليه الشيخ بابا مولود بوجي اذا يشفالو كان صحيبو في الحومه. ما نسيتلوش الله يبارك. عفرون السلام عليكم ناس لمتنا قال لك السلام عليكم مع السلامه شيخنا زازولولو تشيلويدي حميد مولودي دو باري لو فرير دو سعيد سعيد. نسيتو. والله عرفتو سعيد هذا بصح هذا ما عرفتوش. شوف واحد واش قال لي قال لك مصطفى العنقا كان عايش في عنابه. عاش في عنابه. ها شيخ؟ زوج يا ختم. فوالا عبد الرحمن قال لك شيخ فرج الله اي بو اكرير ان ليفر فاسيلمون كار لا ان ميموار ديليفون اي سو رابال دو تو ليستوار دو شيخ فيليسيتاسيون. قال لك فرونشمون فيليسيتا ما يلزم دير كتاب يا شيخ. ان شاء الله ان شاء الله. والله يا شيخ تما هاد الهضره اللي رانا نهضروا هاك شوف رانا نهضروا. مع الشيخ هو عاش بزاف مع الشيخ. احكي لي عليه احكي لي على فرج الله. هاي هاي احكي لي على فرج الله يا شيخ. انا ولد حومتي انا بالقصبه. احكي لي باش نشوف انا ما احكيليش انا ما احكيليش على روحي. انا واحد نصيبو كنا انا في ريميدي. اه. ولد حومتي انا وسمعته شيخ لاباس ما شاء الله. اسمع لك شافينا اللي كنا نخرجوا مع ماليوس. روح السلعه. انا اللي معايا كارطون. اسمع. كاينه. وتريبورتور. وي. محمد راك معنا وحسين سنوالي يسوق. محمد الله يرحمه. الله يرحمه.
الله يرحمه راح شاهد مسكين راح شاهد اه روح ما خلو حتى مدرهم وين يسلمك بالا ماماري روح للسبيطار للسبيطار مستر باشا مستر باشا تاريخ القطار تاريخ القطار اسمع كل نهار وين نروحوا وبالحد نروحوا نطلعوا لشي فالو وي يا ربي يا فالو تيفشون فالو تيفشون نروح نبيعوا لهذوك العجاز مساكنين يخدموا عند بابا فالكولي وي يا بابا يا شيخنا يا حصان وحنا صغار بصح انت قلت لي شيخ قلت لي قلت لي كان يسوق بالحاج محمد العنق كان يسوق بالحاج محمد سوق كروسي ماشي ما كنت شوف كان بزاف اللي قال لك ذاك شوف لا لا كان يسوق كان كروسي مع الحاج محمد العنق يخلي توصل نوصلوا ايوا وصلوا هذا ما كان ما كنتش ما كانش داير لي شاريه لا لا ما كانش كان بزاف اللي هكذا كان يشوف عند العنق شحال كان كان يحبك يموت عليك خاطرش طايعو نديه وين يحب وتلميذ ديالو وتلميذ ديالو الله الله باش قربت ليه على الاخرين ما قربوش ليه خاطرش ما عندهمش كروسه كي كان في البيار انا نسكن في البيار كي جبت اركات جديده يقول لي وليدي لا راك طالع وخليني طالع يا عمي الحاج نوصلك يقول لي طلعني معاك نطلعوا القهوه في الاول كنت نخليه ونحبط للدار ومن بعد يقول لي لا تسنني تحبطني يقول نسناك وليت نحبطونا للدار منين ناخذو خو ناخذو على الله فوريد باينه ونجيبوها الله في الليل كي مليح 10 ونص 11 تاع الليل نوصلوا للدار ونعاود ندخل انا للدار بقات هذيك العلاقه مع الشيخ كي وليت قربت ليه وليت نسقسيه شنو اللي كان قريب ليه نسقسيه اسمع نسقسيه على المعنى وهذاك السيد انا ما فهمتوش يا عمي الحاج واش يحب يقول انا ما كنتش نمشي معاه باطل خو انا رويت على الشيخ الله يرحمه الله عليك الله يرحمه ويرحم شيخنا كيما رواه هو خدم منه خدم منه كلش خدم منه العقليه خدم منه حتى العقليه الله 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 الحمد لله كما المقنين قال لك بارك الله فيكم قال لك ان شاء الله نزوروكم شيخ قال لك نجو ان شاء الله نزوروكم رضا عبد اللهوي قال لك هذا جماعه التاريخ والرسل الفن الجزائري الله يبارك عليكم ربي يطول في عمركم نجي عطافي من تيباسا السلام عليكم قالت لكم الله يحفظكم من العين عاشر خويا دخان نديرو كتاب في بلاستيك خويا فرج الله قال لك لو كان نديرو كتاب يا شيخ يا ارواحو جماعتنا بيان سور نديرو كتاب خويا موح الباز عندي سؤال واحد حبيت نسقسيه الشيخ فرج الله على الدحمن الحراشي اذا كان عنده علاقه فنيه مع الحاج محمد العنقة الدحمن الحراشي واش نقول لك تعرفوا يعرف الحاج محمد تعرفوا سبحان الله كي تعرفوا ما عندهمش معلقات بصح في الفن لا لا الفن ما عندهمش معلقات الدحمن الحراشي كان بونجونيست كان بونجونيست مع من كان بونجونيست كي حبس قدور واسمو قدور شرشاد كان يخدم مع الميسوم وميسوم سطوة محمد الميسوم راه سطوة راه فنان كبير ايوا كل القيمة مسكين من الله الحاج قل لي عليها واسمو يكمل برك عمي يكمل يكمل برك عمي كمال نعم واش قلت لي قدور شرشادي ها كان مع محمد الميسوم كان بونجونيس مع الميسوم كي طلعوا طلع هو وبكما طلعوا باش يخدموا مع الحاج محمد الاخر قعد تماك ما حبطش قعد في فرنسا فهمت قدور شرشادي كي قعد تما ولا يخدم مع من يخدم مع دي غنوب القبيليه مسجل معاهم كامل مع دكيك باشير مع سميلي المغنيين تاع ذاك في ذاك الزمن في ذاك الوقت الله الله اللي غنوا بالقبيلية مع الحسناوي يا شيخ الحسناوي مع سليمان عزم ايوا سجل كاع القصايد تاع حسيسن كاع مسجل معاهم حسيسن مسجل معاه في فرنسا مع حسيسن كاع في فرنسا حسيسن كي بدا كان دربكي مع الميسون كان دربكي ايوا كان دربكي دربوكا نعم كان دربكي نعم ملا كي ولا قدر شرشالي تم كي حبط قدر شرشالي في استقلال دحمان ولا رون بلاصا مع الورك مع محمد الميسوم ولا رون بلاصا ومن بعد ولا ما كانش المغني ذاك الوقت بدا شونسونات بدا دخل خرج دحمان الحراشي باب لي شونسونات هذوك اللي راكم سمعناهم زمان هذه هي وكان شيخ ديالو سمعت بلي دحمان الحراشي كان شيخ ديالو شيخ الوناس شيخ الوناس كاين
شيخ الوناس. شوف دحمان الحراشي. ها شيخنا. تما رانا مليح هكذا شيخ. شيخ الوناس. شيخ الوناس هو اللي كان. اللي نذكروه بياسر نذكروه ونرحموا عليه. دحمان الحراشي. الله يرحمه. الله الله. شوف دحمان الحراشي انا نحيت له البونجو باش ولا يخدم بالمنظور. هذا مية. خدمت المنظور تاعي قال لي بيحولي. قلت لهم بيحولي قلت لهم ديك نديك عند شافا تخدم لك واحد. جا للجزاير جينا للجزاير كذا ديتو عند شافا كمنتا. عند محمد. عند محمد. عند محمد. فوالا راه معنا العائلة ديالو راه معنا لأن عند محمد شافا ربي يرحمه. محمد شافا مات محمد شافا. عنده عام بني مات لو فان راه عنده عام عمي. توفى محمد شافا. توفى. توفى سمعت الله يرحمه. فوالا عندي. قلت بنادم انا شافا. اه. وديتو عند ديتو عند ديتو عند الدحمان الحراشي خدم له المنظور تاعو الاولاني. اه. ومن تما تيك رجع ما يخدمش بالبونجو، رجع يخدم بالمنظور. اه. كان يخدم غير بال كان يخدم غير بالبونجو. اه. ودحمان الحراشي. اه. في فرنسا. لا. اه. في فرنسا. كمل شيخنا دحمان حراشي انا سجلت معاه كاب ديسك ايوا منهم هذيك يا الحجلة وهذيك اللي فات ما راح نسيتو وهذيك الغنية المشهورة تاعو هذيك اللي يغنوها يا رايح وين مسافر يا رايح وين مسافر هذيك مسجلها معاه هنايا مسجلها معاه و يخدموا معاه كاع يهود غير عربي واحد يخدموا معاه كاع يهود كاع يهود واليهود معلمين خويا شيخنا كاع يهود كاين غير واحد عربي بالفحل حميد مغوكي خدمت مع عرب وخدمت مع الحفلات دحمان الحراشي الله الله خدمت مع تشهوره بزاف خاطر ما كانش عنده طوموبيل تما انا كانت عندي طوموبيل في فرنسا ونروحوا بالطوموبيل تاع سي فرصه جا معايا خاطر عندي طوموبيل نروحوا نخدموا القهاوي وكذا خدمت مع بزاف هذا دحمان الحراشي وخدمت الحلوه تاع كمال هذا كمال وليدو اللي تختن كمال الحراشي انا خدمت الحلوه تاعو نهار تختن الله الله ياسين الناس قسنطينة راهو معاك راهم يسلموا عليكم. خويا العزيز قال لي يا بوزرينا اسك كمال فرج الله ولا عنده بومبينات ديال العنقة باش يسجل لنا ولي جمال باتشونس جمال باتشونس ولا عندك تاع جمال باتشونس؟ عبد باتشونس عبد القادر ماشي جمال خويا العزيز عبد القادر عبد باتشونس اللي كان في تيتي عبد القادر باتشونس الله يرحمه عبد القادر مات الله يرحمه باش يرحمه كان عنده البوبيلو تاع القناه واش عنده البوبيلو تاع القناه تاع حمودي بن ميلور على السلامه خويا العزيز ياسين خويا قال لك ميسوم عمراوي كان عنده جوغ كبير في نهايه الربعينات ميسوم عمراوي حاجه اسطوريه نقول لك يا رجل قال لك خدم فيه الاشياخ كبار كاحمد وهبي والحاج محمد الطاهر الفرقاني وعبد الرحمن عزيز ربي يرحمهم وقتها واش من عام هذه؟ قال لك لي زاني 40 في نهاية الأربعينيات. في نهاية الأربعين بعد في الخمسينات طلع لباري ما ولاش راح من فين؟ نفاتو فرنسا كان يدير النشيد في وقت التورا. أبابا. نعم الميسون بقى في فرنسا تسمى راك على عيني راك قدامي أنا. كان يخدم نواشد هنا في الجزائر. كان نشيد سبيسياليست تاع النشيد. كان يخدم نواشد ويعسو يعسو كيخدم العرس. ياس الدراري يقولوا عسو بلاك يجوا لابوليس. تما كان يمد لي ميساج شيخ تشوف باللي الفن هذا كان لي ميساج شيخ. وتعرف وين مدفون الميسوم؟ أه؟ تعرف وين مدفون؟ وين؟ في سيدي عبد الرحمن. صح. سيدي عبد الرحمن تاع البي. سيدي عبد الرحمن تاع في القصبه. ايه. مش سيدي عبد الرحمن. غانو سلم على شيخنا وقول له جدي رابح وعابد. رابح وعبد انا عارف جويلوي رابح جويلوي كان في الطريق يطلع الدور في باريس راه وليد وليدو معاه رابح وليد وليدو شفتي عماد الاسماء اللي راهم يخرجوا رابح جويلوي اذكروا رحم يا شيخ هذاك ياسين وعبد خالو يا غانو خويا بعث لنا يا غانو بعث لنا يا خويا ياسين وعابد خالو رابح جويلوي بس سلا اللوبيا سلا اللوبيا
رضا عبد اللهوي قال لي خويا كريم سقسي الشيخ كمال. اسمع والله جماعتنا رانا على المباشر ماشي. نقول لكم حاجه والله العظيم وراي واحد لا نوستالجي تما راني الله يبارك راني في وسط بيبليوتيك يا شكون هذا؟ شكون هذا؟ اوه شاعو يا بابا هذا هو كمال عبد القادر هذا هو اللي قالوا شاعو هذا هو اللي قالوا العقد جبت لك زيت القبائل قالوا زيت القبائل قالوا قول زيت الزيت على الزيت قبائلك تعصرهم تعصرهم ماشي خوش الله الله ما من قال الله قدام الزيت نسيح نسيح دابا صباح واش ويا قبل قالوا كنت في لاسويس انا رايح غدوه جيت من سكران الله يبارك شيخنا رمبوش كرمبوش كرمبوش اوكي اسمع ام جوش يوغا عبدي من الغصن نوصل اوك شوف شيخ شيخنا عبد القادر شاعو راهم يسلموا عليك جماعتنا يا شيخ لا لا انا راني انا كي نجي شيخ راهم كاع معانا انا شو كاين شي على هكذا شيخ راهم كاع معانا جماعه اه يا جماعه فيها ضرام ولا ما فيهاش اه يا جماعه نمسك برحمه الوالدين رحمه الوالدين الخليل اخو رحمني رحمني على والدي وما تخلصنيش شوف عمي عبد القادر كي نقول لك شكون اللي راهو معاك لهنايا شوفوا معنا عمر العشاب راهو معنا جمال سيبيو راه معنا كريمون انجليز راه معنا بو جلواح راه معنا ولاد مصطفى وبنات مصطفى العنقة راه معنا الهادي العنقة رامي رشيد رامي رشيد بوجلاب السلام رشيد السلام 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 الله يسلمك واش راك عامل خبري يا عمي لاباس السلام ورحمه الله السلام لاباس الله يسلمك راه جماعتنا يا محلا قاعدة الاحباب يا لوكان يدوموا يا شيخنا سلام سلام اخويا لاباس صباح او عمي رشيد بوجلاب شيخنا واش راك شيخ صباح مليح شيخ مليح ها شيخ آه يا مهلا القعده مع الاحباب الله يبارك يا ونستناو الاحباب الغالية في الموت درك ونستناو القوت او عمي عبد القادر بركه شيخ كذبوا علينا كذبه خلوا الشهر يزيدكم ولا من الميكروبيك ولا والمرض ما سمعش الله يجرد يا شهر يا شهر واش راك عامل والله غلا بس واش تقول لهم سلموا عليهم كاع واش راهي نمتنا شيخ حكيم راهي راهي هايلة حكيم ليه الدبة بارك الله فيك بوجهنا بمرك بارك الله فيك كمل البقري الخويا العزيز شنو مش لي حالة قالك هو لازم فيها كتاب ان شاء الله ان شاء الله قولوا الحكايه تاع الميسوم العمراوي حكاها لنا الحاج فرقاني ربي يرحمه كريم بالسعد عسلامه فيصل خويا قاعده تاع الصح يا مرحبا شيخنا عبد القادر شاعو ربي يطول في عمرو حسن الكوادي قال لك السلام عليكم قال لك مجمع مبارك ربي يحفظكم سنه من الحرم مانشستر
الله يبارك. سلام الحار الى شيوخنا والضيوف حسن الشيخ عبد القادر شاعو. وي عمي يسلموا عليه. فريد بوجي خويا زيد. كمال مقرين خويا. يا كمال شكيف. اسمع اسمع عمي رشيد. قول له واش معناتها لمتنا. لا حاجه كبيره وحبيبي. تسمع احكي مليح. احكي مليح. احكي مليح ولما تحكي. لبتنا خويا لبتنا قال بدناني كاع خوا خوا. وقالت لك او كذا قالت لك او كذا والله عليك حسن كواديد على بيه الله يبارك كريم زمور الله يبارك نموت عليه شيخ نموت عليه شيخ ولدي واش بكم والله جمعت هنا نديروا دوره هكذا هكذا نبعد عليكم انا مع رشيد على الحاج قالك هذا نجيبه سويرا في الله هو اللي جاولها حبيبو على مرحمه قال لك هذا قال لك الناس كاع راهي زرطات من الفرضيه والغليه ديالك هذيك دعي لي بالخير زرطه وكاع من الكازيرنا كاع لا شيء شيخنا عبد القادر شاور معك فريد العنقوي قال لك الله الله عليكم قال لي شوف قال لي شوف عبد القادر شاور عمي كمال فرج الله الشيخ ديالنا عمي بو على مرحمه وعمي بو جلاب قال لك لي كات موسكوتير خويا لازيز عمي عبد القادر راه معاك عائلة مصطفى العنقا خويا لعزيز ولادو بناتو ولاد مصطفى مصطفى العنقا شيخنا ربي يرحمه ماشي مصطفى وليدو وليدو او ولادو ولادو عنده واحد باراليزي شاكيب شاكيب عمي عبد القادر راه معاك ناس قسنطينة شحال شابة هادي هي عمي عبد القادر شاو حبوا يفكروك عمي عبد القادر ناس قسنطينة قال لي خويا كريمو سقسي عمي عبد القادر شاو على القاعدة اللي دارها مع مصطفى اسكندر علي بكري في قسنطينة عند عمي كمال بودا في رمضان كمال بودا كمال بودا اما لا بعث لنا تصاور خويا باش نشوفوا عمي عبد القادر كيفاش كان هذوك اليابات اشير ابي يحكم لي على انا والله جمعتنا يا ربي مع مرانا يا عبد الله ابا با او جا خانيو او جا خانيو او جا خانيو اسمع ايت كومبليت شكونو اه يا بابا تكملت هاي خلاص هاي تغلقت او تنغلق الفيلم اليوم تكملت شيخ عمر اذا كفى اذا ما كفاش تجي تدور شويه واش راك خويا كمال خمس سماعات ياسر خمس سماعات ما بكيتش انا راني بنزل اختنا شيخ وعلى مرحبا يا ربي يا بحر قاعدة البلاد يا قاعدة الأحباب يا لو كان يداومو لكم سلام عليكم يا سلام مرحبا بكم أو خالي لي مو بناطر ما غير في التليفون أو خدامي دو كان يحكم تيو واش راك شيخ واش راك أخو صباح أو من الناس لمتنا مو فين يسمعوا غير لابونت يا كاشيدي أبي مو فين يسمعوا غير لابونت يا اليوم راك معايا اليوم رانا صوت وصورة غاسيمة أسيدي صافا شوية والله الحمد لله ودي يا شيخ والله جماعتنا هادي كاع هادو اللي راكم تشوفوا
هم جماعتنا هم قويين هم قويين هم نزيل السلام جماعة ما شاء الله ينصر خويا لازم جديدة مازلنا في المانيبيلاسيون الله يطول في عمرك مدرسة الفن الأصيل الله الله خويا احنا ما نكذبوش احنا حكيم أنا عايش جامي في تونس. أنا ما عايش هنا. الله يبارك. الله يستر خالي تاع الصحاب تدخل تما خالي بالك كنت غلطوا خالي تاع الصحاب الو نادي ما باش ربع كريم دي كريم ربي يبارك عشان نشوفوا جماعتنا هدايا مي عمر الله الله شو هذيك لا كريم اللي راهي بوجلاب هاو شيخنا ابو جلاب شفت واحد خرجوا هاو شيخنا ابو علام رحمه وليد بلوى وليد بلوى وليد بلوى شفنا عمي عبد القادر ان شاء الله الله دخلوا لي زينب ديالك يا شيخ دخلوا لي زينب ديالك اللي قراوا عندك اجيو يا كافي العزيز ولا كان ميرسي بوغ لي سيكيغات واش خلي واحد شكون يحب قهوة؟ ان كافي ان كافي ان كافي ان كافي 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 واش قال لك؟ قال لك جماعة ما شاء الله هذا جار دار جدي الله يرحمه كمال مقدين قال لك كمال قال لك اليوم ماشي كل يوم راني نصور بور لا ميموار برافو كريم يا حسن واش توالو واش عم كلمتنا احنا رانا نهفو قول واش احنا ماشي تاع امي رشيد لمتنا احنا نهفو احنا نكذبو نقولو لمتنا هذاك لمتنا قال لك صح ماشي عبد القادر بالنعمة الله كريم خويا فيصل عبد الكريم في لا بريزونطاسيون بور سو كان نو لي كونيس با ميرسي هاو عمي عمر بوجميا هاوليك هاو عمي رشيد بوجلاب هاو عمي بوالا مرحبا هاو عبد القادر شاو هاو كامل فرج الله رشيد بوجلاب ها قدامك شباك اقسم بال يا خليها باش يدوك بستو باش يدوك بستو بستو عند اختو يا ودي خلاص راح نبصر يا رشيد يا عبد القادر هذا وين سلم عليه سلم عليه ومن وانا دوك راني نهضر في الاخر قلت لهم ها هو عمي عمر بوجميو ها هو رشيد بوجلاب قال لي وراه رشيد بوجلاب ها هو كلام العكازه ولا الدواء رتول داجا قادر انا وصلت هم راح الاخر يوم حتى الاخر قداش اللي مشى اليوم شو قال ربي قداش ما قال يفكر وصلوا كم شو هذا كيف فريد بوجي خويا العزيز الله يسلمك خويا او خالي العزيز وخالي ربطنا بهذيك تاع الباجا حسين قال لك الشيخ بوجميا ربي يحفظك شيخ الله عليكم مدرسة العنقاوية قال لك الله يبارك فيكم متمتع خويا العزيز السلام عليكم امير واش خليفي السلام عليكم عمي بوعلام كان عنده بولونجي كادر العقيد بوطفي رشيد ربي يطول في عمرو محمد دواه العزيز السلام عليكم بن عمر قال لك ربي يطول في عمرو بن منصور بن منصور مفهوم ده. أمر بارك الله. عندنا شيطان. كم ثلاثة طيارة؟
مازلنا حيين وانتم قلتم مازلنا محيين. مرحبا بكم ياسر مسار. ياسر مسار مرحبا بكم يا خالتي. عبد الرزاق الحصار تروح ليه تلب سار هو كان درب كيف الجمعية تاع مطحن الجمعية معيت النجار وعرف عنده خدمت ما في عرس النهار زاد وليده هكذا شيخ خدمت ما خدمت ما وجوز ما كان شيخ هذاك نوري كوفي هذاك صغير شعب كذا هكذا شيخ باش نقول لهم انا اللي جبتو الجزائر او اللي جاب نوري كوفي الجزائر C'est notre musique canadienne, elle est unique sur les plus consonantes de toutes les musiques du monde. بنديساري السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم. هذا هو الشيخ. من بعد.
كيفها هو كاين وحده قال شابه في بالاكو ونشفع عليها هما خاك تما يخدم جابوني تما في كوبي والاخر دخل شي شكون هذاك دخل لبيت الخاله والبا ما كاش وبلاش قال يقول له قالوا ما كانش الماء قالوا واش باتوا الماء قالوا واش قالوا كاين كازوز قالوا غنبدبوا على مولا قالوا نجيب برك يا اخي راه نجيب برك انا ولا قال الاخضر ولا الماء باش يخلو المسكين باش يطهروا جابوني ان شاء الله ابو جده بو معنا كل يوم خليك شنو ندير زعما شتوش الصراحه من العام اللي فات ولا هكذا ولا كثر دابا كان ميفو انا ما سمعتش بلي محمد شافع مات عنده عام اللي مات محمي محمد شافع ما سمعتش بلي مات شافع ما سمعتش بلي مات لو 20 عام لو 20 هذا عام واش مات زمان كانت مالاكو كنا نقراو في الطابلو تاع مالاكو ما كان لا مالاكو كان جماعه بصح discussion pour les générations futures car c'est l'histoire de notre patrimoine. Ya oudi chouf wach kan film hna wach hdrna w kda w ma nish nktbou hna ana nhadrou rah msajel hna afsna hna ma ktbnach hdrna nديرو ديوان ماشي ديوان دواوي شكون اللي حكم القهوه ما كانش واحد معروف ما تعرف حتى واحد تروح انت كي طلعت ريت عطيني قهوه منين جيت شكون كنت دابور هاي الوخده الكبيره شكون انت هادي هي عمي عبد القادر عمي عبد القادر ناس نيويورك كمال قال لك اش بروغرام في نيويورك ما على باليش والله غير ما او يسنى فيكم الانفيتاسيون يا جماعتنا كانت كاينه من بعد ما اي باسكو هذا واش قال لي يا خو برينسيب راه وعدنا في نيويورك او قال لي عنده بروغرام يا كمال يبعث الانفيتاسيون وقتاش السلام عليكم سلام هاي فيها ان شاء الله وي فيها رمضاني محلى جلسه مع اللمه الله عليكم ايوه واش برجر يا يا زينو قبل تفضل انا مش من هذا شي واجد وين ديتي تفضل عمي سي عليك العزاز
عندكم ما يعرفوا تشوف دواء زي يا سمعتنا يا فازل خويا ارجع بيبي اي بابا اي هاك فازل ارفد حبه ارفد فازل وليد بابو لي رومانا ولي سيدي احمد بابو 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 ما كان هو كان واحد الوقت كان شرطه كان بالاذاعه واش ما يعرف الجواره واش بيك عامل ايوا يا شيخ جواره هو يعيط لي وقال هو يقول له عمر بريباري 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 كان يحب الاجتماع كان معه وخارة لا لا كول هذا هو غرمي يا جماعة فازين ذلك السلم عليهم قال ربي يحفظكم ان شاء الله امين امين قال داول ربي راح يتجاوز خونا يا سيدي يا سيدي يا سيدي يا سيدي يا See you later.
في بركته باباتي الأكبر وأمي ريحته
قادر شاعو معنا كامل فرج الله ان شاء الله دوك شويه لو طون نروبوزيو شويه هكذا نشارجيو لي باتري ونعاودو نولو سلام